مرة كمان برحب بحضراتكم مشاهدينا، وده معتنا مع فقرتنا التانية، فقرة الصحافة اللي بنحلل فيها أبرز المانشيتات اللي بتعتلي أغلب الصحف المصرية من خلال ضيفتنا النهاردة اللي معانا عبر الهاتف، أستاذة ماريا روماني الكاتبة الصحفية بالقاهرة 24. صباح الخير يا أستاذة ماريا. ألو أستاذة ماريا، سامعاني حضرتك؟ سامعاني؟ طيب احنا هنحاول نعود الاتصال مرة تانية بأستاذة ماريا طبعا عشان نحلل المنشطات السياسية، وطبعا نتكلم بشكل تفصيلي طبعا عن زيارة الرئيس وتفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي لمركز التحكم المركزي للشبكة الوطنية الموحدة عفوا لخدمات الطوارئ والسلامة العامة المتطورة في المقطم، وده كان امبارح ومن ضمن نشاط سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي. ألو أستاذة ماريا. صباح الخير. صباح الخير، أهلا بحضرتك معانا. أهلا بحضرتك وأهلا بالسادة المشاهدين. أنا هبدأ مع حضرتك طبعا، أول منشطاتنا يعني كنت لسه بقرأ تفقد سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي بالأمس لمركز التحكم المركزي للشبكة الوطنية الموحدة لخدمات الطوارئ والسلامة العامة المتطورة في المقطم، واستمع الرئيس السيسي إلى شرح تفصيلي إلى عمل المركز التحكمي المركزي، واستعرض المهندس أحمد المصري المنصة الرقمية للتطبيقات من خلال تجهيز الروبوتات ونظام التعرف على الوجوه، فضلا عن تقديم خدمات الصحة العامة للقطاع الصحي واستخدام الذكاء الاصطناعي والجيل الخامس وتكوين قاعدة بيانات. مشروع الشبكة الوطنية الموحدة لخدمات الطوارئ والسلامة العامة المتطورة بيعد إنجازا تاريخيا ونقلة حضارية كبرى لمصر في التعامل مع الأزمات والطوارئ، طبعا من خلال منظومة واحدة تشارك فيها جميع الوزارات والهيئات ودواوين المحافظات بالدولة، كمان بتضمن جودة التعامل مع الأزمات الطارئة وطبعا سرعة احتوائها بمعايير عالمية. أنا حابة أتكلم مع حضرتك طبعا يا أستاذة ماريا بشكل تفصيلي عن زيارة الرئيس لمركز التحكم المركزي للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، وطبعا الهدف من يعني هذا المركز. أمس بمركز التحكم كانت خطوة مهمة جدا، كلنا عارفين البلد والتكنولوجيا مؤخرا راحة للتحول الرقمي والإنترنت والشبكات العنكبوتية بجميع بأشكالها، ففكرة إن أنا أعمل شبكة تجمع جميع البيانات بتاعت الدولة كلها مرة واحدة فدي خطوة مهمة جدا جدا. الهدف من يعني إنشاء مركز رئيسي هو توحيد شبكات الاتصالات الخاصة بكل الجهات الحكومية، ده كله هيتجمع في شبكة واحدة مؤمنة هتحفظ خصوصية بيانات الدولة المصرية وهتدعم التحول الرقمي الآمن وهتتيح جميع البيانات والمعلومات الدقيقة لمتخذ القرار على كافة المستويات، وطبعا هتكون خطوة سريعة في رد الفعل وهتقلل من زمن الاستجابة لأي أمر طارئ، ودي خطوة مهمة جدا فكرة إنها تقلل زمن الاستجابة لأي أمر طارئ. الأمر اللي ممكن ياخد مثلا في نص ساعة 5 دقايق، ليه؟ لأن أنا عندي شبكة منظمة أنا عارف أنا بعمل فيها إيه ومنظم كل شيء في مكانه، كمان هتوفر خدمة اتصالات مؤمنة على كل الجهات الاستراتيجية للدولة، وده هيكون من خلال 2187 موقع، وهيتم تنفيذها من خلال أطقم الفنية للشبكة الوطنية بيكون بإجمالي عدد ساعات وصل ل7000 ساعة. كمان الموقع هتكون موزعة جغرافيا طبقا للكثافة السكانية، ودي خطوة مهمة جدا ودقيقة جدا جدا إن أنا أوزع المواقع بحسب الكثافة السكانية والطبيعة الجغرافية لكل منطقة زي القاهرة الكبرى. كمان تم إنشاء 537 موقع بها، والقرى الجديدة تم إنشاء 78 موقع. الشبكة دي هتتضمن جودة التعامل مع الأزمات الطارئة وسرعة احتوائها بمعايير عالمية بكفاءة تامة من خلال إطار زمني محدد، وده عن طريق السيطرة الكاملة والتعاون والتنسيق بين جميع الجهات المعنية
بالدولة، يتم التنسيق مع جميع الحكومات وكل المسؤولين بالدولة من أصغر لأكبر ومن أكبر لأصغر، بحيث أن يكون جميع المعلومات في شبكة واحدة مجمعة آمنة وهتقل الزمن استجابة لأي أمر طارئ، وتجمع جميع المعلومات في شبكة قوية. الفعل اللي جات الرئيس السيسي للمركز كانت خطوة مهمة جدا، واجتماعه لجميع التفاصيل احنا كنا فين وبقينا فين حقيقي، يعني الخطوة دي مهمة جدا جدا ومناسب العالم كله دلوقتي. صحيح. طيب أنا حابة أروح مع حضرتك لمنشات آخر، نتكلم عن العلاقات المصرية البرازيلية. رئيس السيسي يهنئ لولا دي سيلفا لانتخابه رئيسا للبرازيل. هنأ الرئيس عبد الفتاح السيسي الرئيس لولا دي سيلفا بمناسبة انتخابه رئيسا للبرازيل، متمنيا له كل التوفيق في تحقيق تطلعات الشعب البرازيلي الصديق للتنمية والازدهار. وقال السيسي أود التأكيد على تطلعي للعمل المشترك مع الرئيس دي سيلفا لتعميق علاقات الصداقة التي تجمع بين مصر والبرازيل في مختلف المجالات، وادعوه للحضور إلى مصر للمشاركة في القمة العالمية للمناخ كوب 27 بشرم الشيخ، حيث أثق أن البرازيل قادرة على القيام بدور إيجابي بناء خلال هذه القمة المرتقبة لتعزيز عمل المناخ على الصعيد الدولي. نتكلم مع حضرتك بشكل تفصيلي أستاذة ماريا طبعا عن العلاقات المصرية البرازيلية، نتكلم طبعا عن دعوة سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي للرئيس البرازيلي للحضور لكوب 27. الحقيقة الرئيس بياخد دايما خطوة سابقة، يعني انه يهني يعني رئيس لولا دي سيلفا لبعد 20 عام تاني عودته لرئاسة البرازيل، ودي خطوة مهمة جدا. ده رقم واحد. رقم اثنين، كلنا يعني المصريين وتقريبا العالم كله الخطوه الجايه هي كوب 27، هتجمع علاقات كتير جدا. صحيح. هتفرق جدا جدا في العالم كله، بشكل خاص في مصر. احنا عندنا قمه مناخ خلاص كمان ايام قليله، فيها رؤساء العالم كله معظمهم، فيها مسؤولين كبار جدا من جميع دول العالم، هتجمع خطوات مهمه جدا 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 مع الدوله المصريه. فالرئيس السيسي بيستغل كل فرصه عشان سواء كانت صغيره او كبيره عشان يتكلم عن كوب 27. دي كانت خطوه مهمه جدا جدا وحقيقي هتفرق جدا جدا خصوصا مع البرازيل. صحيح. طيب هروح مع حضرتك لمنشات آخر معانا. رئيس الوزراء بيتابع موقف الانتقال الحكومي والمشروعات الجاري تنفيذها بالعاصمة الإدارية الجديدة. تفاصيل الخبر بتقول أكد رئيس مجلس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي أن مشروع العاصمة الإدارية الجديدة بيعمل وفق منظومة متكاملة، مشددا على ضرورة الانتهاء من المشروعات الجاري تنفيذها في هذا المشروع العملاق وفق أعلى مستوى من الكفاءة والجودة، مع مراعاة توفير مختلف الخدمات من أجل تيسير الانتقال الحكومي إلى العمل بشكل دائم ومستقر من الحي الحكومي. جاء ذلك خلال لقاء دكتور مصطفى مدبولي بالمهندس خالد عباس رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة العاصمة الإدارية الجديدة للتنمية العمرانية، وده كان لمتابعة جهود الانتقال الحكومي إلى مقار الوزارات بالعاصمة الإدارية، وكذلك الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات الجاري تنفيذها. نتكلم مع حضرتك كمان يا أستاذة ماريا طبعا عن أهمية هذا اللقاء، نتكلم عن يعني متابعة الموقف الخاص بانتقال الحكومة للعاصمة الإدارية الجديدة. الحقيقة أذكر هنا كان تصريح قال يعني مؤخرا قال ان هو اللي عايزين مصر كلها، انا عايز مصر كلها تكون زي العاصمه الاداريه. طبعا ما حدش يقدر ينكر ان العاصمه الاداريه يعني فرح يعني عملاق خطير، يعني حقيقي انجاز عظيم جدا. كمان نذكر ان مؤخرا ومنذ شهور طلع قرار ان جميع الحكومات مقرها تكون في والوزارات تكون في العاصمه الاداريه الجديده. الحقيقه يعني التجديد والتطوير والبناء في العاصمه الاداريه
قدرات متخيله لغايه دلوقتي ما انتهاش وبادئ من وقت كتير جدا. ده بيبين قد ايه ممكن يعني هتكون كده عالم اخر، يعني هتكون ممكن نطلق عليها رقم يعني لقب دوله لوحدها من كتر ما هي تكون عظيمه وهتكون انجاز حقيقي جدا جدا. صحيح. فكره برضو ما كنا بنتكلم عن التحول الرقمي في اول خبر اذكر مع حضرتك ان كله هيكون في شبكه واحده في خلينا نقول وحده واحده. لذلك برضو عايزين جميع الجهات المعنيه والوزارات والقائمين عليها يكونوا في دوله واحده او في العاصمه الاداريه عشان يكونوا وحده واحده. الحقيقه اللقاء ده فاد استعراض عدد من الموضوعات والملفات ونذكر بينها جهود التنسيق اللي يتم من جانب الحكومه والشركه بانتقال العاملين جهاز الاداري للدوله لمقر وزاراتهم وجهاتهم بالعاصمه الاداريه الجديده. كمان العمل بالحياه الحكومي بصفه دائمه، وده في اطاره قال المهندس خالد عباس ان هناك اجتماعات عقدها اسبوعيا مع الجهات المعنيه. دي نتكلم في التفاصيل، يعني اسبوعيا بنتكلم في التنظيم، بنشوف وصلنا فيه، بنشوف الخطوه الجايه هتكون ايه. كمان قال انه هيكون في توفير في الخدمات المختلفه بالحال الحكومي. يعني حضرتك احنا بنتكلم عن شرح كبير جدا جدا. صحيح. العاصمه الاداريه فعلا هتكون هتنقل كل ده في مكانكم. صحيح. طيب هروح مع حضرتك خارجيا ونتكلم عن القمة العربية 31 تنطلق بالجزائر. تنطلق اليوم القمة العربية بالجزائر حيث تستمر لمدة يومين تزامنا مع ذكرى اليوم الوطني، وتشهد القمة التي تعقد بالمركز الدولي للمؤتمرات تسليم الرئاسة الدورية للقمة العربية من الرئيس التونسي قيس سعيد إلى رئيس الجزائري عبد المجيد تبون. وتبدأ القمة بكلمة للرئيس تبون ثم كلمة للأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط، تليها كلمات مختصرة للمراقبين والضيوف. ويقيم الرئيس الجزائري عقب هذه الجلسة الافتتاحية مأدبة عشاء على شرف قادة الدول العربية ورؤساء الوفود. وتستكمل القمة العربية بجولة تشاورية مغلقة صباح الأربعاء لمدة ساعة ونصف، يعقبها جلسة عمل أولى علنية يتحدث فيها القادة العرب حسب أولوية الطلب، يعقبها طبعا جلسة العمل الثانية مغلقة تتضمن اعتماد مشروع جدول الأعمال ومناقشة اعتماد مشاريع القرارات ومشروع إعلان الجزائر، كمان جلسة ختامية للقمة علنية يتم خلالها طبعا إعلان الجزائر والإعلان عن الرسائل والبرقيات الموجهة إلى القمة، بيعقبها كلمة رئيس أو رئاسة القمة العربية المقبلة 32، وطبعا بعدها كلمة للرئيس الجزائري. بتختتم أعمال القمة بعقد مؤتمر صحفي مشترك لوزير الشؤون الخارجية والأمين العام لجامعة الدول العربية. أنا حابة أتكلم مع حضرتك بشكل تفصيلي أستاذة ماريا طبعا عن القمة العربية، ونتكلم عن الوضع العربي بشكل عام عامل إزاي. الحقيقة مؤخرا يعني الدول العربية بتقوم بمجهودات كبيرة جدا جدا، ويمكن معظمها بيتم التعاون يعني مع بعض الآخر بشكل كبير وفي جميع المجالات، يعني اقتصادية واجتماعية يعني كل المجالات دي. الحقيقة القمة بتتضمن ثلاث جلسات. أول حاجة جلسة عمل علنية ومناقشة عامة بين جميع الحاضرين. تاني جلسة هتناقش حاجات مهمة جدا على فيها جدول الأعمال ومناقشته واعتماد مشاريع القرارات ومشروع إعلان الجزائر، وطبعا ده هيكون في مناقشة اقتصادية كبيرة جدا خصوصا بعد مؤخرا يعني الاقتصاد في العالم كله وليس في الدول العربية بس وتأثير ارتفاع الدولار، فهتكون الجلسة دي مهمة جدا جدا. كمان هتتضمن مشروع إعلان الجزائر، فدي هتبقى نقطة مهمة جدا. صحيح. في القمة. تاني حاجة الجلسة الختامية هتكون عالمية، ودي هيتم إعلان الجزائر فيها ويتم إعلان المناقشة اللي تمت بشكل خاص هيكون نتائجها، وهيكون كمان الخطوات اللي هتتم في الفترة القادمة. كمان كلمة الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون رئيس الدولة هتكون مهمة جدا لمناقشة الوضع الاقتصادي والاجتماعي
وكمان النتائج وصلت لها الجزائر مؤخرا يعني. نتمنى ان القمه دي تكون نتائجها هادفه وتكون انجزت حوارا قيم ان شاء الله. طيب خليني أختم مع حضرتك بالعلاقات الروسية الصينية، ومعانا منشط خاص بتصريح لوزير الخارجية الروسي بيقول التعاون الروسي الصيني يصل إلى مستويات غير مسبوقة. أكد وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف أن التعاون بين بلاده والصين وصل إلى مستويات غير مسبوقة، مشيرا إلى توقعات بتحقيق مؤشرات قياسية في التجارة بين البلدين بحلول نهاية العام الجاري. أنا حابة أتكلم مع حضرتك طبعاً بشكل تفصيلي عن العلاقات الروسية الصينية في الفترة الأخيرة، ونتكلم عن تصريح كمان وزير الخارجية الروسي. كنا مؤخراً بنسمع عن روسيا وأوكرانيا، وكناش بنسمع عن بلد أخرى مع الاثنين دول. فكره ان يكون في قرار جديد او علاقات جديده تجمع روسيا بين بلد اخرى او اوكرانيا بين بلد اخرى، يكون في تجاره، يكون في اقتصاد، يعني اتمنى جدا ان الخطوه دي تهدي الدنيا والحرب شويه وتخلي روسيا يمكن تشتغل اقتصاديا وتجاريا والى اخره، يعني تركز على بلدها. والحقيقه ان روسيا واوكرانيا الحرب اثرت عليهم جدا جدا، فاتمنى يعني ان روسيا تلحق اخر ما وصلت اليه يعني وترجع تاني اقتصاديا واجتماعيا وكل المجالات اللي ترجع فيها وتشتغل او تنشغل بده اكتر ما تنشغل بالحرب بينها وبين اوكرانيا. خلال التعاون الروسي الصيني يعني هيوصل من وجهة نظري لمستويات اقتصادية كويسة، أتمنى من قلبي إنه يعني هذا يتولى على الشعب الروسي. طبعا يمكن هو الخصم الأقوى في الحرب الروسية الأوكرانية، ولكن برضو أكيد هيكون برضو فيه تأثير سلبي، فأتمنى إن كل تأثير سلبي ده يتلاشى تماما وخلينا نركز في التأثير الإيجابي وخلينا نركز في الاقتصاد يعني او روسيا وشعبها او علاقتها العامه والعالميه افضل من الحرب يعني. فاتمنى دي إن شاء الله. بشكر حضرتك جدا طبعا على التحليل الصحفي الرائع أستاذة ماريا روماني الكاتبة الصحفية بالقاهرة 24، بشكرك شكرا جزيلا. مشاهدينا فقرتنا الصحفية انتهت، هنروح لفاصل ونرجع مع فقرتنا الأخيرة، وزي ما قلنا هنتكلم فيها عن مصطلح جديد علينا وهو حوكمة السناتر. يعني إيه حوكمة السناتر؟ هنعرف بشكل تفصيلي مع ضيفنا اللي هيكون معانا عبر ماسنجر دكتور عاصم حجازي الخبير التربوي ومدير مركز القياس والتقويم بكلية الدراسات العليا للتربية جامعة القاهرة. خليكم معنا.